إيفان والدك دكتاتور بالفن، وزينة وجعك موت والدتك. كيف بيقدروا الأهل يأثروا هالقد بتحديد المسار؟ وقت الواحد بده يكون مبدع بالفن ما في محل للدبلوماسية وللديمقراطية، يعني الواحد بده يكون دكتاتوري لأنه بده يكون عنده فكرة وبده يوصلها، وهذا المبدع الفنان هيك. قربينا بهالجو يعني تعرفنا أنه الواحد اللي بده يطلع على المسرح، يعني عبد الحليم كاراكلا ما كان عنده بالعائلة شيء والمسرح شيء. على المسرح بالفرقة بمسيرة مسرح كاراكلا ما كان في شيء اسمه ابنه أو بنته أو خيه، كان في لأنه هو الخالق هالعمل، هو الخالق، هو الأسس، والمؤسس بيكون بغار كتير أكيد على هالمملكة الثقافية اللي أسسها، فما بيقدر يكون هو بينه وبين حاله بس لأن ابنه أو بنته إنه يطلعون على المسرح أو يعطون أدوار. لا، بده الواحد يبرهن حاله بعلمه، بثقافته، بتجربته، بفشله، بنجاحاته. وهون الدكتاتورية بيعلمك من خلال الدكتاتورية إنه ما في شيء أهم من الفرقة أول شيء، لأنه الفرقة عندها رسالة اسمها الثقافة العالمية، وعندها رسالة اسمها لبنان بدها تأديها. فالدكتاتورية تبعه كانت كتير مهمة، ما كنا نقبلها عزغر بس هلأ صرنا نفهمها. أنت دكتاتوري؟ طريقة مختلفة أكيد. وبالبيت والدك؟ ما عاد في البيت هالمشكلة، المسرح صار. يعني كان بي يعني دكتاتوري أو مختلف؟ ما كان دكتاتوري، كان أكثر مستشار، كان أكثر يدويلي، كان ينورلك الطريق اللي لازم تمشي عليه يعني.